تزايد أعداد المصابين خلق جوا من الخوف والارتباك هنا بمستشفى الدكتور بحر محمد برويبة. رانا نزيدو طلعوا التهاون هذا يعيطوا له، نقولوا باللي ما كاش منها، لا لا ما تحكمناش، هاي الكويت لحقت العدد. انا مانيش نخمع على نفسي قد ما مولا بيدي راه فلاغيه، ماما غير لي غراف الا خرج منها راه طويل العمر. زيارتنا لهذا المستشفى جعلتنا نتوقف عند بعض النقائص التي يشكو منها المرضى. ما دارولناش ميم با لاسيرولوجي، البارح قالوا لنا رجعوا، رحنا خرجنا دو ديمونش، لاندي عاودنا رجعنا بور لو بريليفمون تاع لاسيرولوجي من 9 حتى ل 14، حنا هنا واقفين. وقالوا لنا على اليوم نرجعوا باش ناخذوا لو ريزولتا، ما كانش ان ريسبونسابل كي دون كي بيس دوني اون انستريكسيون لان اجون يروح يريكيبيري لي زاناليز من لابوراتوار. السلوكيات اللامسؤوله والاستهتار بتدابير الوقايه يعقد من مهمه الاطقم الطبيه التي تدق يوميا ناقوس الخطر وتحذر من تفاقم الوباء. هذا راه كوفيد راه قاتل، ماهوش لعبه، الناس راهي تسوفر في المستشفيات، الناس راهي تجي ما تصيبش الاماكن باش تدخل، الناس راهي تدي في لي رونديفو كل صباح تجي وتعاود تروح، حذروا على روحكم يا ناس، ما تسمعوش الناس اللي تقول لكم بلي الكوفيد هذا ما كاش، ديروا لابافيت تاعكم الكمامات، يا ناس خلوا المسافات بيناتكم. مجهودات معتبره يبذلها السلك الطبي لمكافحه الوباء. يبقى التقيد بالإجراءات الوقائية السبيل الوحيد للحد من تفشي كوفيد-19.